الحرب تعبث باقتصاد السودان وتتركه في مواجهة السيناريوهات الصعبة، فماذا تقول التوقعات بشأن الضرر الاقتصادي المتوقع جراء الاقتتال الدائر في البلاد؟ نتابع. نصف مليار دولار يومياً خسائر قد يتكبدها الاقتصاد السوداني في حال استمرار المواجهات بين قوات الجيش وقوات الدعم السريع. منذ الإطاحة بحكم الرئيس السابق عمر البشير والبلد الإفريقي يحاول اتخاذ إجراءات اقتصادية، لكن نتائجها أتت عكسية مع انخفاض قيمة العملة وارتفاع معدلات التضخم. وما إن كاد السودان يخطو خطوة في طريق التعافي اقتصادياً عام 2021 مع مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون، حتى عطلت الأوضاع السياسية المتدهورة في البلاد نتائج المبادرة. المبادرة حينها خفضت ديون السودان الخارجية من 77.2 مليار دولار في عام 2020 إلى 62.4 مليار دولار عام 2021. فيما بلغ الناتج المحلي الإجمالي للسودان نهاية 2021 34.3 مليارات دولار، ووفق البنك الدولي فإن هذه التقديرات قد تتراجع بسبب الصراع المسلح الذي قد يدفع العملة إلى التراجع من حيث القيمة ومعدلات النمو. وعندها ستكون النتيجة الكارثية حتمية من زيادة معدلات الفقر والبطالة، فالإحصاءات المتاحة تبين أن معدل الفقر في السودان عند 46.5%، كما أن معدلات البطالة وفق تقديرات التقرير الاقتصادي العربي الموحد بلغت 19.8% عام 2021. وعلى الرغم من أن السودان بلد زراعي، إلا أنه في يونيو عام 2022 أعلن برنامج الأغذية العالمي أن جميع ولايات السودان تعاني من انعدام الأمن الغذائي، وأن هناك 15 مليون إنسان في السودان يواجهون أزمة انعدام حاد في الأمن الغذائي. كل ذلك يأتي وسعر صرف العملة المحلية يتدهور، فسعر صرف الدولار مقابل الجنيه السوداني سجل 447 جنيهاً في آخر الأرقام، مع توقعات بازدهار السوق السوداء إذا استمر الصراع.